السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. اتمنى كلكم تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه جديده من ازاي تعمل استوديو بسيط في بيتك. في الحلقات اللي فاتت كنا شرحنا موضوعين، موضوع عن الاضاءه وازاي تطلعها بشكل صح في الاستوديو اللي هتعمله في بيتك او في اوضتك، وفي تاني حلقه شرحنا الصوت وازاي تبدا بمايك كويس وبسعر رخيص ويديك جوده كويسه وازاي تستخدمه بطريقه صح. في حلقه النهارده معانا ادوات ثانيه هتساعدنا نعمل استوديو في البيت واستوديو بسيط كمان. رقم واحد وهو ازاي تصور او ايه هي الادوات اللي هتستخدمها في التصوير. تاني حاجة ولو انت عاوز تعمل خلفية مناسبة، ايه هي اهم الخيارات اللي هتتحط قدامك وازاي تبدأ بخلفية بسيطة او تبتدي تشتغل بالحاجة اللي عندك. فمن غير ما اطول عليك اكتر من كده، سواء انت كنت على الفيسبوك او على اليوتيوب ما تنساش انك انت تتابعني. انا يحيى الشافعي ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. رقم واحد وهو التصوير، ازاي ابدأ تصوير وانا قاعد في البيت ما عنديش امكانيات عالية. سواء انت معاك دلوقتي موبايل او كاميرا بسيطة فهتبتدي انك انت تصور بيهم فيديو. فانت دلوقتي هتفكر تقول طب انا معيش كاميرا، خلاص خلينا نشيل موضوع الكاميرا ده، لان الكاميرا كده كده هتساعدك لان بتدي جودة عالية. فلو انت هتبتدي تصور بالموبايل فلازم نهتم ببعض الحاجات عشان نبتدي ان احنا نستخدمها ونطلع صورة كويسة بالفيديو، وهم حاجتين بسيط جدا. رقم واحد وهو انك انت قبل ما تصور الفيديو لازم تنظف العدسة او الكاميرا اللي انت شغال بيها بمنديل بسيط، تبتدي انك انت تلمعها كده عشان يبتدي ان هو بيبقى عليها تراب، لانك انت طول الوقت ماسك الموبايل في ايدك، فطبيعي هيجي على الكاميرا عرق وهيجي على الكاميرا تراب، فبالتالي الصورة مش بتطلع احسن حاجة طول الوقت، فلازم انك انت تنظفها ودي اول حاجة. تاني حاجة وهو الكادر، لازم تظبط الكادر اللي انت هتبتدي تستخدمه في تصوير الفيديو. ما ينفعش الكادر يكون مايل يمين او شمال، لازم يكون مظبوط. وعشان الكادر بتاعك يبقى مظبوط ده هينقلنا للأداة اللي هنستخدمها في التصوير مع الموبايل او الكاميرا، وهو الترايبود. الترايبود من الحاجات المهمة وسعرها رخيص، اللي بتخليك كأنك معاك مساعد في البيت يصورك ويصور الحاجات اللي انت عاوز تصورها. والترايبود ده هو بيبقى حامل ثلاثي، بيبقى ليه قاعدة للكاميرا وللموبايل، فتقدر انك انت تستخدمه على الاثنين. والمميز كمان ان الترايبود ده بيبدأ من فئات اسعار صغيرة، يعني بيبدأ من اول 150 جنيه لحد وانت طالع على حسب الخامات. فلو انت مثلا هتصور في البيت فتبتدي تشتري بداية من فئة سعر 200 جنيه، فكده مش هتبقى غالية عليك قوي. ولكن لو انت مثلا بتبتدي تصور في الشارع والاماكن دي، فالاماكن دي بتبقى البيئة بتاعتها صعبة انك انت تجيب ترايبود مثلا خامته ضعيفة فمش هيستحمل مثلا، فتبتدي تجيب بقى ترايبود باسعار عالية. ولكن احنا لو هتصور في البيت فهنبتدي بترايبود فئة سعرية صغيرة وعشان تبتدي انك انت تصور بيه. طبعا بمجرد ما هتكتب على جوجل ترايبود هيبتدي يظهر لك كل الاسعار، تقدر تطلبه اونلاين او تنزل تشتريه من مكان معين. وده كان اول حاجة معانا هنستخدم فيها الموبايل والترايبود، لان كمان الموبايل دلوقتي اغلبهم بقى يطلع بجودة 1080 او 4K. فخلينا نروح لتاني حاجة معانا وهي الخلفية. الخلفية دي تعتبر من اسهل الحاجات اللي انت هتمر عليك وانت بتعمل استوديو، لانك انت ممكن تصور على الخلفية الحيطة السادة اللي عندك في البيت لو هي كويسة، لو هي كويسة بلون معين يعني. ولو انت عندك في البيت بعض التفاصيل مثلا مكتب او حاجات بسيطة تقدر انك انت تستخدمها في الخلفية كديكور، فده مش عيب انك انت تستخدمها، مثلا تابلو تبتدي انك انت تعلقه او الحاجات دي كلها، فدي برضو حاجة ممكن انت تستخدمها. ولكن لو انت ولا عندك ده ولا عندك ده فهنروح لموضوع الكروما. الكروما ده بتبقى زي ستارة كده، بتبتدي انك انت تشتريها، بيبقى ليها خامات معينة وبتبتدي انك انت تحطها وراك، بتبقى كحيطة بالظبط، بتبقى بمختلف الالوان، بتختار اللون اللي يريحك وتبتدي انك انت تشتغل عليه. ولكن لو افترضنا انك انت عاوز تجيب كروما وتحط عليها خلفية، فده هينقلنا لموضوع تاني خالص، وانت هتبتدي في الحالة دي هتشتري كروما يا لونها اخضر يا لونها ازرق عشان تبقى عكس لون الوش، ونقدر ان احنا نخفي اللون الاخضر والازرق ده ونحط مكانه خلفية. ده كان بشكل سريع النهاردة التصوير والخلفية. موضوع الكروما بيبقى باعدادات معينة على الموبايل وعلى الاضاءة، فلازم يكون محتاج حلقة لوحدها لان هيطول شرحه. فالنهاردة انا شرحت لك الحاجات البسيطة، وفي حلقة جاية ان شاء الله هنشرح الكروما وتفاصيل اكتر عشان تعمل استوديو بسيط في بيتك. بس كده، اتمنى الحلقة دي تكون فادتكم، وان شاء الله الحلقات الجاية تفيدكم اكتر.
انا يحيى الشافعي، ما تنساش اللايك والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.